صباح الخير والنور والسرور عليكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، احييكم من هذا السوق المميز من هذا المعلم التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، طبعا من سوق الجبيل. اليوم متواجد وياكم انا في قسم الخضار والفواكه، نستعرض ان شاء الله فيها وياكم اليوم مع اخونا كبير اشعار الخضار والفواكه الموجود. السلام عليك يا كبير. السلام يا رباب، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يعطيك العافيه كبير. كبير خبرنا اليوم عندك ما شاء الله مجموعه من هذا الفواكه والخضار، بدايه الشمام. شمام المحلي مال عماني هذا مال كيلو 6 درهم هذا. 6 دراهم وعندنا اليح. درهمين ونص. درهمين ونص عندنا اليح والشمام على 6 دراهم اليوم. انزين عندك هنا هذا مال البطاطا هذا لما المصري هذا 8 درهم. هذا الفندال طبعا المصري. مصري. هذا كستانه هذا مال هني تركي. هذا الكستانه هنا على 15. 15 درهم. هذا مشريته مال المحلي. هذا 10 هذا محلي هذا صحيح؟ محلي. 10 درهم. نعم، هذه الطماطم مشاهدينا الكرام الصغار اللي يشوفونها هنا كانت تجينا مستورده قبل، لكن الان الحمد لله تم انتاجها عندنا في الدوله وفي مزارع الدوله وبكميات طيبه. والسعر كم هني قلنا كبير؟ هذا 10 درهم هذا 1 كيلو. 10 دراهم الكيلو. انزين وعندنا الشريفه؟ لبنان هذا شريفه هذا 20 درهم هذا. الشريفه من لبنان اليوم على 20، اول كم كان 25؟ اول 25 الحين 20. 20 هذا اول هذا 10 هذا مال 8 درهم 7 درهم هذا مال يمني هذا مال رمان. رمان يمني كم وصل الحين؟ هذا 8 درهم. 8 درهم. ها 8 درهم عندنا الرمان اليمني اليوم مشاهدينا الكرام. وعندنا مال البابايا هذا مال سريلانكا هذا 8 درهم. البابايا هذا نعم مال سريلانكا على 8 دراهم. اول كم 12؟ اول 12 درهم. 10 و12 الحين 8 درهم. 8 درهم الحين بعد نزل السعر عندنا. زين كبير عندنا الهمبه هاي من مصر. هذا مال مصر هذا صندوق 35 درهم. 35 35 صندوق 35 درهم سعر صندوق عندنا الهمبه. تهاد الحين شوي فوق. اول فتره وصل 25 كبير. 25 30 اول قبلين هذا الحين شوي قال لي هذا. رد ارتفاع سعر صناديق الهمبه مشاهدي الكرام، من فتره كان سعر واسطه 25 رد ارتفع الى تقريبا ال 35. كبير تعال قدام خبرنا اليوم سعر الطماط كم؟ طماط عليه 5 هذا مال اورجانيك 5 دراهم هذا الطبيعي بدون اضافات. 3 درهم هناك بين 4 الى 3 دراهم. 3 درهم 3 درهم 4 درهم كيلو هذا. كبير اول شيء صندوق هنا كم؟ صندوق 15 على 15. 15 يعني سعر الطماط بعد شويه مشاهدينا الكرام بين 5 الى 4 دراهم الى الان، والصناديق عندنا على 15 درهم سعر الصندوق عندنا هنا. انزين والخس كم عندك؟ خس 5 درهم. 5 دراهم الخس، 5 دراهم ورقيات. ورقه كل واحد 1 درهم هذا. هل درهم درهم درهم. هذا مال بامي هذا 10. هذا شوي يبي الصندوق. هذا 10 درهم. على 10. على 10 دراهم. نعم هذه مسوكم هو بعد اختيار يعني منقين الحبات مشاهدي الكرام بين الكبار والصغار، وعلى 10 دراهم من فتره كان ايضا على 12 درهم. شكرا يا كبير بارك الله فيك. ننتقل وياكم ايضا مشاهدينا الكرام الى محل اخر في سوق الجبيل، نستعرض فيه ان شاء الله وياكم اسعار الخضار والفواكه الموجوده عندنا في سوق الجبيل. وصلنا طبعا هذا المحل ما شاء الله عنده نوع معين من اليح، احنا ضارين على اليح الاخضر لكن هذا الاخضر الفاتح. والسلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك بي؟ ونيس. ونيس كيف حالك؟ ونيس عندك انت يح غير ما شاء الله، ها ملوين هذا؟ هذا مال عمان. كم الكيلو؟ كيلو 3 درهم. 3 دراهم. واللي فوق هذاك؟ فوق بعد عمان بعد نفس الشيء. كم بعد؟ 3 درهم نفس السعر. 3 دراهم و3 دراهم. حلو احمر من جوا. حلو احمر. احمر وحلو هذا على 3 دراهم. طبعا عندنا ريح هذا اللي وصلنا من سلطنه عمان، عندنا هذا اللون وعندنا هذا اللون مشاهدينا الكرام على 3 دراهم متواجده عند اخونا ونيس في هذا المحل. ونيس خبرنا بعد شو عندك هنا ما شاء الله؟ عندك في كعكة 5 درهم نص كيلو 5 درهم كعكة، عندك في سنتره رخيص كيلو 7 درهم، عندك برتقال، عندك كاستا لبناني في رخيص كيلو 25 درهم. هذه القشطة طبعا اللي هي الشريفة. عندك في كرز اللي نزل صار شوي 70 درهم كيلو 70 درهم. أول كم كان؟ أول 80 درهم. 80 اليوم على 70 عندنا الكرز. زي وهني عندنا الكمثرة؟ كمثرة عندك 10 درهم كيلو 10. أعطني الجوافة هذه هنا. جوافة على كم هذه بعد؟ جوافة هذا 5 درهم. 5 درهم. 5 درهم جوافها من مصر؟ مصر مصر. من مصر، هاي الجوافة عندنا من مصر مشاهدينا الكرام على 5 دراهم. زين الحين ونيس خبرني الهمبة اللي تجينا من مصر كم سعرها الحين صندوق؟ الحين صندوق همبة 35. 35، ليش ارتفع؟ أول كان 25. آخر موسم يعني آخر موسم يجي يرفع السعر شوي. يوم مستوى آخر الموسم ارتفع السعر مرة ثانية وصل إلى 35، لكن من فترة مثل ما خبرتكم مشاهدينا الكرام كان على 20 أو 25 درهم. تعالوا يا قدام يا ونيس خبرني ما شاء الله اليوم الطماطم اشوف كميات كبيره في السوق، كل المحلات عندهم مجموعه طيبه من الطماطم، بس نشوف الاسعار من محل الى اخر. كم عندك يا ونيس؟ عندك طماطم كيلو 5 درهم مال المحلي. كيلو بخمس المحلي. اي محلي. عندك في صندوق فيه 30 درهم. نعم وهني هذا الصندوق
ما شاء الله ما شاء الله. هذا كم كيلو فيه ونيس؟ 7.5 8 كيلو يجي. 7.5 8 كيلو. هذا 30 درهم. وهناك شو عندنا بعد؟ صناديق ثانية؟ صندوق 25 درهم 8 كيلو 8 كيلو. الصندوق من مصر بين 8 إلى 8.5 كيلو وعلى كم السعر؟ 25 درهم 25 درهم. عندنا أيضا من مصر مشاهدي الكرام هندي بعد موجود اليوم ما شاء الله. هندي صندوق 12 درهم بوي. صندوق هذا صندوق على 12 درهم 6 كيلو ونص تقريبا في الصندوق هذا ما شاء الله. طبعا مثل ما تلاحظون شكرا ونيس خلي رد الصندوق. طبعا مثل ما تلاحظون المحلات قامت تجيب من اماكن مختلفه من الطماطم اللي موجود عندنا. كان قبل نوع معين وكان السعر غالي بين 30 وال 40 لكن اليوم تبدا الاسعار من 30 وبعد كم 20 25 عندك 12 12 30 25 12 و30 و25 درهم اليوم اسعار الطماطم عندنا عند اخونا ونيس. شكرا ونيس بارك الله فيك. ننتقل وياكم ايضا مشاهدينا الكرام بنستعرض محل اخر بنشوف شو عنده من الفواكه الموجوده. السلام عليك كيف الحال؟ حياك الله. طيب ارفع الكمام لو سمحت. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. الله يخليك. اسم الكريم عمر سر الخديم. عمر عمر سر الخديم. يا مرحبا عمر كيف حالك يا عمر؟ الله يبارك. كيف حالك؟ اول مره تزور السوق؟ والله بجي في الاجازات دائما. في الاجازات كيف تشوف السوق؟ ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في شيخ سلطان. مر على كل الاقسام؟ كل الاقسام والله وفر لنا كل شيء في مكان واحد. الحمد لله الحمد لله. نحن الحين بجي بدات اشيل مكان بخلص حاجات بيتي كلها وبطلع. من اللحم والسمك والخضار؟ من كله من كله من كله. وكيف تلاحظ الاسعار؟ والله تغير بين يعني فتره واخرى؟ يعني متفاوته يعني تجي اسبوع كي واسبوع كي. يعني على الحال من الاسواق الثانيه؟ على حسب افضل. نعم هو افضل. هو أفضل. افضل كثير من الجمعيه اللي بمشيان افضل للسوق. الحمد لله الحمد لله. تاخذ كميات اكبر طبعا. بشيل كميتي كلها من الاسبوع واخذها في البيت. اليوم شو جاي تاخذ ما شاء الله؟ اشتريت لحم وتوي خلص شاي السمك والحين جاي اشيل خضار وفواكه. خضار ونحن نشوف نحن دائما هذه الفقره تاخذ اسعار اللحوم والدواجن والاسماك والخضار اللي موجوده في السوق. بما انك انت اليوم سبقتنا وسرت سوق اللحم شو الاسعار هناك؟ والله اللحم الاسترالي 30 30 درهم 30 درهم. تعرف كم كان سابق؟ انا قبل تقريبا مشيت قبل 8 ايام ولا 7 ايام. نعم في نيستو ب 34 ب 34 بني عندنا على 30 30 الحمد لله. يعطيك العافيه. تسلم. شكرا جزيلا بارك الله فيك. الف مبروك عليكم عيد الوطن ان شاء الله كذا يعني ربنا سبحانه وتعالى يديكم الصحه والعافيه ويطوف اعمار شيوخنا ويحفظ الدوله ويخليها في امن وامان ان شاء الله. تسلم اخوي عمر بارك الله فيك. طبعا واحد من الاخوه الزباين اللي موجودين عندنا في سوق الجبيل ومتجول وطبعا خذاله اللي يبغي من سواء اللحله او الخضار الفواكه. وصلنا عند اخونا العزيز برامي. صباح الخير يا برامي. صباح الخير كل عام وانتم بخير ومبروك عليكم العيد الوطني. الله يبارك فيك يا برامي. الامن والامان بالبلاد ان شاء الله يا رب. الله يخليك ويبجيك يا برامي. برامي ما شاء الله اليوم عندك اشوف انا بضاعه جميله واشياء كثيره. خبرنا اللي موجود عندك بالاضافه الى الاسعار. والله يسلمك. هلا اجانا البطيخ العماني الكيلو بثلاث دراهم وفي عنا هلا بلش برامي. ايه عنا الايراني وعنا العماني. وكلهن على ثلاث دراهم ولا اقل؟ لا الايراني بدرهمين. نعم العماني ثلاث دراهم. ثلاث دراهم. والشمام؟ الشمام برضه من عمان الكيلو على خمس دراهم. وفي الشمام هذا الروك ميلون كمان من ايران الكيلو بخمس دراهم. وهلا بلش على الشتاء موسم الشتاء الكستنا الصيني الكيلو بعشر دراهم. الكستنا والذرة عليهم طلب؟ عليهم طلب لانه بتعرف العالم بيطلعوا للشوي برا فبيستعملوا الذرة والكستنا. عشر دراهم الكستنا. نعم. المحل الثاني حصلنا على 15 وعند برامي لا عندنا ب 10 ان شاء الله. كرم عين. موجود عندك فوق؟ في عندنا الخوخ والنكترين هذا من جنوب افريقيا. الصندوق ب 60 درهم في 3 كيلو يعني الكيلو حوالي 20 درهم بيطلع. هذه بضاعه جديده وصلت السوق؟ هذه جديده. نعم. عندك التين الشوكي من الاول من تونس عم يجي نفس السعر محافظ على سعره 45 3 كيلو. 45 كان على اللي ب 60 شو كان؟ هو نفسه هو نفسه نزل لل 45 لانه هي فاكهه صيف. نعم. فمرغوبه بالصيف هلا دخلنا بموسم الشتاء فهي تعتبر في نهايه الموسم. عندك الجوافه 2 كيلو ب 15 من مصر. 15 ما شاء الله احجام حتى كبيره ما شاء الله. نعم نعم 2 كيلو فيها. وعندنا الكاكا ايضا. عندك الكاكا من اسبانيا وزن الصندوق حوالي 5 كيلو 4 كيلو ونص صافي سعر الصندوق. انت صاحب محل فواكه وخضار افضل نوع
في من فاكهه الكاكا. عندنا احنا من لبنان وعندنا من هلا تجي بالدرجه الاولى تجي بالدرجه الاولى اللبنانيه لانه طريه، العالم بيحبوها طريه. في ناس بترغب الاسباني حلو بس تجي جامده مو مثل اللبنانيه، اللبنانيه بتجي صوفت طريه. ففي ناس بترغب هي وناس هي، احنا متوفر عنا كله موجود يعني الحمد لله موجود. وهذا كم بيكون سعره اليوم هنا؟ 35 درهم الصندوق. في هذا اللي تشوفه الحين مشاهدينا الكرام 35 درهم. كم كيلو في بورامي؟ صافي 4 كيلو ونص ما شاء الله 4 كيلو ونص. في عندك الجريفروت من تركيا الكيلو ب 5 دراهم جريفروت. الصندوق منه بيجي 8 كيلو ب 40 درهم يعني. الرمان عندك من مصر كمان وزنه حوالي 4 كيلو ونص ل 5 كيلو صافي 20 درهم. يعني بيرجع الكيلو حوالي 4 دراهم ل 5 دراهم. ليش ارتفع سعر الهمبة حاليا برامي؟ همبة هلا كل عام وانت بخير، المصرية اخر الموسم هلا، هلا ببلش الاسترالي والكيني، بس بتضل المصرية مرغوبة اكثر طعمها اجمل يعني. سعر الكرتون 40 درهم. جميلة اصلا هي للعصير وايضا للاكل. للاكل نروح قدام برامي نشوف وياك اللي موجود عندنا هني. عندك المندرين هذه هلا كمان بحبوها الناس، هذه جاي من الصين حلوه وبدون بذر، الكيلو ب 10 دراهم. على 10 دراهم طعمه طيب وجميله ممتازه يعني. شو بعد عندنا؟ في عندك الباشن فروت من افريقيا 25 درهم الكيلو. ما شاء الله انت فتحت السنطره الريحه واصله ما شاء الله. ايه فريش هذه وكل 10 دراهم وسهل تاشيره للصغاريه يعني. عندك الخوخ من ايطاليا الكيلو ب 15، عندك ابو صره من استراليا الكيلو ب 8 دراهم. 8 دراهم في عندنا المصري ولا بس الاسترالي ولا المصري؟ تقريبا ان شاء الله بعد اسبوع ببلش يجي، هلا لسه ما صدروه. عندك الاسترالي للاكل ابو صره، وفي الجنوب افريقيا الفالنسيا للعصير. تمام شكرا يا برامي، جزاك الله خير ما قصرت، وانت من اصحاب المحلات المميزه وما شاء الله، وكل مره نحصل عندك شيء جديد. حياك الله يحفظك يا برامي. حياك الله حياك الله، وكل عام وانت بخير كمان مره. شكرا لك يا برامي، بارك الله فيك. متابعينا مشاهدينا الكرام، اتمنى ان شاء الله تكون هذه الفقره نالت اعجابكم، واستعرضنا وياكم مجموعه من المحلات. مثل ما لاحظت اليوم الحمد لله الاسعار تغيرت عن الاسبوع الماضي، بالذات عندنا الطماط قامت الاسعار توصل صناديق فيهن لغايه 12 درهم، قبل كنا نسمع ما ينزل عن ال 20 وال 25، لكن اليوم بعد حصلنا 30 و20 و25 وايضا 12 درهم. الحين لو صرنا بعد قدام هناك المحلات الثانيه بعد يمكن نحصل ان شاء الله بعد المبالغ او السعر يكون شويه اقل. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، حياكم الله ومع السلامه.